أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء، طلبات المرحلة الثالثة في قسم تقنيات المختبر الطبية. رجعنا وياكم في مختبر جديد، مختبر الثالث عشر. راح أتحدث في هذا المختبر عن العناية عن الطفايل تيست. العناية فانكشن تيست أو العناية البروفايل تيست أو كيدني فانكشن تيست panel include many measurement and calculations that provide valuable information necessary to determine your kidney health. فحوصات الكلى أو اختبارات وظائف الكلى هي مجموعة من الفحوصات، مجموعة من القياسات والحسابات التي يستطيع من خلالها أو نستطيع من خلالها الحصول على معلومات أساسية تمكننا من تقييم صحة الكلى. هذه البيانات على أساسها نقدر نحدد إذا كانت الكلى تعمل بشكل جيد أو توجد فيها مشكلة. Your kidney filter over 180 liters of blood every day, removing waste and excess water. By taking this test, the test measures level of various substances. Include several minerals, electrolytes, protein, and glucose in the blood to determine the current health of your kidney. الكلى هي أداة التصفية أو جهاز مثل جهاز الإخراج في جسم الإنسان. الكلى تصفي ما يقارب 180 لتر من الدم يوميا بشكل دوري. هذا الدم حاوي على الكثير من المركبات الأيضية وكثير من العناصر الكيميائية الغير مفيدة للجسم، لا بل هي وجودها ضائع على الجسم وبالتالي يتم تصفيتها وضعها إلى خارج الجسم. كيف يمكن تقييم حالة الكلى؟ من تقييم الحالة الصحية بشكل عام من خلال الكلى يمكن من هذه الطريقة أنه فحص المركبات والعناصر التي ترتبط ارتباط مباشر بوظائف الكلى، ومن خلالها بالإمكان تقييم أداء الكلى. What include kidney function test؟ شنو الأشياء اللي ممكن نفحصها من خلال اختبار وظائف الكلى؟ ما هي العناصر الأساسية التي يتم فحصها لتقييم حالة الكلى؟ أول فحص وأهم الفحوصات وأكثرها شيوعاً وأكثرها ارتباطاً بالوظائف الكلية هي فحص يوريا الدم blood urea nitrogen. Urea nitrogen is product from breakdown of food protein. اليوريا هي ناتجة من تكسر البروتين الذي نتناوله في الغذاء. البروتين اللي نتناوله يتم تكسيره إلى عدد من الأحماض الأمينية أو متعددات البيبتيد، قسم منه يستفيد الجسم وقسم منه يتم هضمه وقسم الآخر يكون فائض عن الحاجة وبالتالي طاح. هذه اليوريا يجب أن تكون بمستوى معين، يجب أن تكون بحدود 15 إلى 45 ملغرام لديسيلتر في دم الإنسان. هذه الكمية إذا زادت عن الحد المطلوب معناها يوجد كمية من البروتين الذي يتكسر في جسم الإنسان، أو نقصها يؤشر إلى وجود خلل في الأيض البروتيني. 2. الكرياتينين. الكرياتينين هو الفحص أو البروتين الناتج من الاحتكاك والتمزق والنشاط العضلي للجسم. البروتين الكرياتينين واليوريا لا يكاد يذكر أحدهما دون أن يذكر الآخر. لا يمكن إجراء اليوريا فحص اليوريا دون إجراء الكرياتينين. يوجد ارتباط مباشر بروتين ونواتج بروتين يوريا والكرياتينين. اليوريا هي ناتج بروتيني والكرياتين هو يمثل البروتين، فبالتالي زيادة أحدهما أو انخفاض أحدهما هو مؤشر قد يكون على وجود مشكلة في الآخر. لا يمكن إجراء فحص اليوريا دون الإشارة إلى فحص الكرياتينين والعكس صحيح. الفحوصات الفحص الثالث اللي هو الإلكترولايت بانل. الإلكترولايت بانل ليش سميناه بانل؟ بانل لأن الإلكترولايت أو ما يسمى بالشوائد
المينرال العناصر المعدنية اللي هي البوتاسيوم صوديوم وكلور. هذه العناصر يتم فحصها بشكل مجموعة من الفحص عام موحد لهذه العناصر الثلاثة. يعني غالبا ما يتم فحص الإلكترولايت صوديوم بوتاسيوم وكلور مع بعض. أحيانا قليلة يتم طلب فحص واحد كمثلا البوتاسيوم لوحده أو الصوديوم لوحده أو الكلور لوحده، لكن في الغالب هم مرتبطين مع بعضهم البعض. شنو وظيفة البوتاسيوم؟ البوتاسيوم يساعد على التوازن المائي، يساعد في الهضم وأيضا في النبض العصبي في توصيل السيلات العصبية. الصوديوم أيضا يوازن المحتوى السوائل أو المحتوى المائي بين داخل وخارج الخلية. أما الكلورايد فهو يعمل يرتبط بشكل مباشر بحموضية الدم وضغط الدم. أربعة عندنا CO2 كربون دايوكسيد الذي يرتبط بشكل مباشر بالحالة التنفسية بالرئتين، وأيضا يرتبط بحموضية الدم. ارتفاعه معناه مؤشر على ارتفاع الكربونيك أسيد، وهذا مؤشر سيء لحموضية الدم. أكو بعض الفحوصات الأخرى كالكالسيوم والألبومين وفحوصات أخرى هي فحوصات سريرية لا يسع المجال ذكرها. عندنا أيضا فحص يوريا توكرياتينين إيش نسبة اليوريا إلى الكرياتينين. هذا فحص هذا بإمكان إجراءه كالكوليتد، يعني أنه نفحص اليوريا ونفحص الكرياتينين، ومن خلال إجراء معادلة بسيطة نسبة اليوريا إلى الكرياتينين ونعرف إذا كانت النسبة عالية. هنا لاحظ هذه المعادلة تثبت ما قلنا سابقا أنه لا يمكن فحص اليوريا والتغاضي عن الكرياتينين أو فحص الكرياتينين والتغاضي عن اليوريا، هم مرتبطين معا. يجب الفحص اليوريا يجب أن يرتبط بالكرياتينين، يجب أن تقيم حالة اليوريا والكرياتينين مع بعض. لذلك نأتي إلى هذه المعادلة اللي هي يوريا تو كرياتينين ريشيو اللي هي كالكوليتد، واللي لا يجب أن تكون النسبة 10:1 أو 20:1، بين 10:1 أو 20:1 هي نسبة طبيعية. أما أدنى من هذه الأرقام أو أعلى منها هو مؤشر على خلل في أي البروتين أو في إنتاج اليوريا أو في وظيفة الكلى. بعد عندنا ما يعرف بالـ GFR Estimated Glomerular Filtration Rate. هذا هو مؤشر لقياس كمية السوائل اللي تطرحها الكلية من الدم، وهذا أيضا ممكن حسابه بمعادلات، وهذا الرقم يتراوح بين 90 إلى 100. أقل من 60 هو مؤشر سيء، وأقل من 15 هو دليل على الفشل الكلوي، وأعلى من هذه الأرقام هو مؤشر على خلل في وظيفة الكلية. طيب كيف نقوم بفحوصات الكلية؟ توجد عدة طرق وعدة آليات وعدة تقنيات. التقنيات الأشهر هي تقنيات فحص أداء الكلية من خلال فحص الإدرار اليورين تيست، وأيضا بالإمكان فحص إجراء فحوصات الكلى من خلال فحوصات الدم. أول طرق هي الديبستيك أو اليورين تيست. اليورين تيست اللي كثير ما تحدثنا عنه، قلنا أنه هذا أو اليورين ستريب اللي هو عبارة عن شريط يوضع في الإدرار بشكل مباشر، تحدثنا عنه في محاضرة الجنرال يورين إكزامينيشن، وأيضا تحدثنا عنه في فحص السكر. هذا الفحص هو إجراء تقييمي لحالة الكلى ولا يعتمد عليه في التشخيص. هو مؤشر على خلل معين لكن لا يمكن تشخيص الخلل والوقوف على نقطة الخلل من خلال هذا الفحص. Dipstick a thin plastic stick with strip of chemical on it، يعني عبارة عن
شريط قطعه او ستيك صغير من البلاستيك مع شريط صغير من ماده كيميائيه. هذا يوضع في الادار ويتغير لونه، ثم نقوم بمقارنة اللون مع الواقع المرفقة مع العلبة أو مع الكيت بشكل عام. الفحوصات اللي يجريها هي حامضية الإدرار والبروتين والجلوكوز. الحامضية الأسيديتي هي ممكن أن تكون ناتجة عن ارتفاع أحد الشوائد، أحد الإلكترولايت أو ارتفاع الداي أوكسيد كربون داي أوكسيد. الارتفاع البروتين أو انخفاضه هو أيضا مؤشر على ارتفاع الكرياتينين أو انخفاضه. السكر أيضا من ضمن الفحوصات اللي ممكن إجراءها في الإدرار. هذا هو الدبستيك، هذه البلاستيك ستيك وعليها ستيب صغير يوضع هذا في الأداء مباشرة ويتم مقارنته. أما تأتي واقع مع العلبة أو تكون الستيكر المرفق على العلبة الملصق على العلبة هو يحمل هذه الألوان. لاحظ هنا العدد من الفحوصات كيتون بودي جلوكوز بروتين بي اتش. بعض الستيبات تأتي بعشر فحوصات يضاف لها الكثير من الفحوصات، منها البصيل و السبيسيفيك جرافيتي والار بي سي، هذه اخذناها في محاضره الجنرال يون اذا تذكرون حضراتكم. لكن هنا اللي هنا احنا الفحوصات اللي مرتبطه ارتباط مباشر بوظائف الكلى اللي هي البي اتش والبروتين والجلوكوز. هنا هذا هذه المؤشرات هي ليست تشخيصيه. كيف ليست تشخيصيه؟ على سبيل المثال لما نجي هنا الى فحص البروتين، هذا اللون لو تغير لون الستر بالخاص بالبروتين الى اللون الاخضر، هذا اللون هو مؤشر من الواحد الى الثلاث، طيب كيف نعرف هو مثلا اذا كان 2 او اذا كان 2.9 او 1.1؟ بالتالي هذا هو تقديري، يعطي انطباع على ان كمية البروتين هي اعلى من واحد. على سبيل المثال كرياتينين، نسبته 1.2 في الجسم. طيب اذا كان اعلى من واحد، هل هو 1.2 ام اعلى من 1.2؟ هل هو 2.9 ام اقل من ذلك؟ فبالتالي هو يعطينا انطباع، هذا الانطباع مؤشر على وجود ارتفاع في بروتينات في الإدرار، لكن هي ليست تشخيصية. كذلك بالنسبة للبي اتش، هل هي 7.1 أعلى من 7.1 أم 7.9؟ فبالتالي هذه قيمة تقريبية وليست قيمة تشخيصية. لذلك الاعتماد بشكل كامل على التقنيات المتقدمة. طبعا هذا الفحص هو فحص سهل جدا، بسيط جدا، ممكن إجراءه في البيت، أنه الشخص يضع علبة لغرض تقييم الحالة، مو فقط للبروتين والبي اتش، وأيضا لمستوى السكر في الدم وإلى آخره من الفحوصات التي قد تكون متضمنة في هذا الفحص. الآن راح نشوف فيديو على طريقة عمل اليون ستر. لاحظوا ياي، كل اللي تحتاجه هو يورين كاب، عينة لجمع الإدرار، تحتاج علبة اليورين ستيب وغلوبس يعني الهاند كاتشب ومادة معقمة. الإجراء يكون بسيط وسهل جدا. أولا قبل الاستخدام أتأكد من أنه الستيب غير منتهي الصلاحية، صالح للاستخدام، وأتأكد من النوعية اللي استخدمها، لازم تكون بجودة عالية حتى لا تنطيني خطأ في تقييم عينة الإدرار. أخذ شريط واحد وأضعه في عينة الإدرار اللي جمعناها في يورين كاب، ثواني قليلة جدا. طبعا يورين كاب هنا عليه اسم العينة أو رقمها،
بعدها استخرجه، اخليه لعدة ثواني. وبعدها ثم اضع الستب امام الالوان الموجودة على الاستيكر الملصق، او قد تكون ورقة ملحقة مع العلبة، وابدأ بمقارنتها والاحظ التغيرات اللي تحدث في هذه الستبات مقارنة بهذه الالوان. الاحظ انه هذا اصبح باللون الازرق، اذا الكلوكوز يشبه اي من المربعات الملونة، مثلا الكيتون بودي الـ pH تشبه اي من المربعات الملونة التي امام الـ pH. وابدأ بالمقارنة، بعدها اتخلص من الادوات اللي استخدمتها وعقل الايدي. لو تلاحظون هنا عندنا ملاحظة صغيرة على هذا على اليون ستب. هنا هذا الستب هو مكون من 10 فحوصات. ستب اللي شفناه بالمحاضرة هو 3 فحوصات. إذا تذكرون في محاضرة الجناريون في أوينا شفنا نوعين من العلب اللي هي 3 فحوصات و10 فحوصات. إذا كنت فقط بحاجة إلى الجلوكوز والبي إتش والبروتين استخدم ستيب الصغير بال3 فحوصات. أما إذا كنت بحاجة إلى تقييم وظائف أكثر وعناصر أكثر في الكلى فأستخدم هذا الحاوي على 10 فحوصات لغرض تقييم الوظائف الباقية. الطريقة الأخرى للفحص هو البلوت تيست. البلوت تيست هو إجراء فحوصات الكلى في الدم. جاء الفحوصات هي بالطريقة الإنزيمية باستخدام كتات خاصة لهذه العناصر الخاصة بفحوصات الكلى، اليوريا، الكرياتينين والإلكترولايت وإلى آخره من العناصر المرتبطة بوظيفة الكلى. ناخذ عينة الدم، عينة الدم نفصل عنها السيوم أو البلازما حسب ما مطلوب في الكيت اللي نستخدمه. يفضل بالنسبة لليوريا أن تستخدم سيوم تكون أكثر دقة. هذه الكتات أو هذه المحاليل والعجينات تعمل وفق مبدأ إنزيمي. بالنسبة لليوريا، اليوريا هي المبدأ اللي تعمل عليه الكتات الخاصة باليوريا. The principle of assay is depending on hydrolyzed urea in the presence of water. تحليل اليوريا، تحليل أو تكسير اليوريا بوجود الماء وإنزيم اليوريز to produce ammonia and CO2. اليوريا زائد الماء داخل حلول المائي بوجود إنزيم اليوريز اللي هو يكون أحد الرياجنات الموجودة في الكت. شو راح ينطينا؟ راح ينطينا الأمونيا زائد CO2. هذه الأمونيا بوجود بيئة قاعدية، هذه البيئة القاعدية يوفرها الريجنت الحامل اللي قد يكون هيدروكسيد الصوديوم او اي عنصر قلوي اخر. بوجود الملون راح تنطي اللون الخاص بالريجنت، وممكن قراءة هذا التغيير اللوني على جهاز السبيكتروفوتوميتر. هذا الكيت هو خاص بفحص الدم السيروم. ممكن أن توجد كتات خاصة بفحص اليوريا في اليورين بطريقة الإنزيمية. طبعا الكت ذاك مخصص لليورين، لا يمكن استخدام هذا الكت لليورين إلا إذا كان ممكن إضافة يعني أو مذكور ملاحظة أنه يمكن استخدام هذا الكت لليورين والسيوم، أو يكون مخصص للسيوم أو البلازما، أو يكتب على الكت أنه مخصص لليورين فقط. الحسابات الخاصة أو إضافة الرياجنات، وجود الرياجنت 1، الرياجنت 1 اللي هو حاوي على اليوريز، وعندنا الستاندرد، وعندنا agent 3 اللي هو الخاص بالمادة الملونة، و
باقي تفاصيل الكت. لاحظ أن هذا الجدول عندنا البلانك والستاندر والسبيسمن، كبقية التداول يجب أن تكون عندنا قراءة للبلانك وعندنا قراءة للستاندر وقراءة للسبيسمن. R1 وR2 أحيانا تأتي بأجنت واحد، وأحيانا تأتي داخل الكت كأجنات منفصلة يتم مزجها وفق حسابات معينة، وفق ما تذكر الشركة حسب المواصفات التي صنعها على أساسها الكت. هذه هي صور لكيت UIA Agent 1 Agent 2 والستاندر. أحيانا يكون Agent 1 Agent 2 Agent 3 والستاندر، وهذا يعتمد على الشركة المصنعة. غالبا Agent 1 يسمى بالWorking Agent Working Agent. الآن راح نشوف فيديو لعمل فحص UIA في السيوم. لاحظ هذا الفيديو يوضح لنا طريقة عمل UIA المانيوال على جهاز ديسكتوب فوتوميديا. لاحظ هنا R1B وR2. طيب R1A وين؟ R1A هو مزج مع R1B. R1A وR1B ثم مزجهما معا ينطينا الوركينج ايجنت، ومن ثم R2 راح يصير عندنا هنا مثل ما ذكرنا قبل قليل انهم بعض الشركات تقوم بدمج الايجن الاول مع الثاني، وبعض الشركات تقوم بتعبئتهم بشكل منفصل كR1 وR2 وR3. هنا لا، R1 هو اللي هو يمثل working agent مقسم الى A و B، يضاف الA الى الB ويكون عندنا working agent، و اللي هو يمثل R1 أو الأجنت الأول، و R2 هو الأجنت الثاني. الآن احنا أخذ أن الأجنت الأول أو الوركينج أجنت 1 مل، لاحظ 1 مل نضعه في التيست تيوب، هذا أول. ثم نأخذ من السيوم 5 مايكرو ليتر أو 10 مايكرو ليتر حسب الكيت، ونضيفه إلى الاجنت 1 في التيوبة اللي وضعنا بها الاجنت 1. لاحظ كمية قليلة جدا، صغيرة جدا. ضفنا للتيست تيوب، هذا يمزج جيدا وحسب تعليمات او حسب خطوات المذكورة يحضر لمدة 3 دقائق بدرجة 37 مئوية أو درجة أقل من ذلك أو 5 دقائق حسب التعليمات المذكورة. بعدها يأتي دور الآتو اللي يضاف إلى تيست تيوب الحاوي على العينة وحاوي على الآون أو الوركر أجنت. لاحظ الكمية اللي راح ناخذها هي 1 مل، عفوا 100 مايكرو ليتر من ال R2. هنا بالجدول قلنا R3 في حين هنا عندنا R2 ما عندنا R3. قبل قليل ذكرت لكم ملاحظة R1A هو يمثل R1 في جدولنا، R1B هو يمثل R2 في جدولنا، و R3 Agent 3 هو يمثل ال R3 اللي ذكرناه في الجدول. الآن وضعناه مزجة بشكل جيد، ثم إذا بحاجة إلى Incubation بدرجة 37 أو درجة 35 لمدة 5 دقائق أو 3 دقائق أو أكثر. لاحظ بعد مدة راح نلاحظ تغير في اللون بعد أن جوينا عليه incubation، وضعناه في الحاضنة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق وربما أكثر أو أقل.
راح يتغير اللون بفعل وجود الآتو، ثم نضعها في الكيوبات ونقرأ الامتصاصية في جهاز سبيكتروفوتوميتر. هذا التيوب هو الخاص بالسامبل، يجب أن نقوم بإيجاد تيوب آخر للستاندر بدل أن نضع السامبل. نضع الستاندر ونقوم بقراءة امتصاصية السامبل مع امتصاصية الستاندر، ونعمل وفق المعادلة المعروفة التي تقول امتصاصية السامبل على امتصاصية الستاندر في تركيز الستاندر. الفحص الآخر عندنا ضمن فحوصات الفانكشن تيست، الكيدني فانكشن تيست هو الكرياتينين. الكرياتينين مبدأ الكرياتينين يعتمد على إضافة بيكريك أسيد ضمن pH 12 بدرجة حرارة 37، ومن ثم إضافة المعقد باللون الأحمر. The principle based upon on modification of original picrate reaction. Creatinine under alkaline condition react with picrate ions forming a reddish complex. يكون معقد باللون المحمر reddish تحت تأثير picrate acid. هذه معادلة هو الوركينج ايجنت اللي هو واحد مر. احيانا يأتي مثل ما كان باليوريا انه يأتي بشكل لبتين او علبة واحدة، وعندنا الستاندرد ويمكن اجراء الفحص بنفس الطريقة على جهاز سبيكتروفوتوميتر. اول شيء يمزج بشكل جيد، بعد ان نضع الوركينج ايجنت مع السيروم والكيوبيت بدرجة حرارة ثابتة، ونقوم بالتوقيت، نقع على 510 نانومتر بعد 30 ثانية. هذا يسمى بالأبسوربنت ران، الامتصاصية الأولى. ثم بعد 90 ثانية نقع على الامتصاصية الثانية، ثم نقع مع الستاندر. الإجراء هذا اللي هو الامتصاصية الأولى والامتصاصية الثانية هو ينتم للسامبل والستاندر. المعادلة تكون كالآتي: امتصاصية ثانية ناقص امتصاصية الأولى للسامبل على الامتصاصية الثانية ناقص الأولى للستاندر في تركيز الستاندر، راح ينطينا تركيز الكرياتينين. تركيز الستاندر راح ناخذه من العلبة. هذه الطريقة تسمى بالكاينتيك. الكاينتيك توجد طريقة اللي هي ترسيب الكرياتين ومن ثم قاعته، لكن هذه هي الطريقة الكاينتيك، هي شائعة الاستخدام في المختبرات التشخيصية في الوقت الحاضر. الفحوصات الأخرى عندنا في هذا المختبر هي الإلكترولايت بنال. الإلكترولايت بنال أولا توجد عليها عدة ملاحظة. الملاحظة الأولى أنه يفضل استخدام التيوب عند فحص إجراء فحص الإلكترولايت، لا يفضل استخدام البلازما. البلازما دائما يتم إجراءها أو جمعها في EDTA تيوب الحاوي على البوتاسيوم، أو هيباين تيوب الحاوي على الليثيوم أو الصوديوم. وبالتالي وجود الصوديوم في التيوب أو وجود البوتاسيوم في التيوب راح يأثر على القراءة. هذا واحد. اثنياً عادة سحب الدم الوريدي بالنسبة للإلكترولايت يتم بدون استخدام التونيكيت. فضل بدون استخدام التونيكيت، لأن وجود التونيكيت راح يؤدي إلى خطأ بالقراءة. الملاحظة الأخرى، الأجنت يعتمد على نوعية الجهاز ونوعية التقنية المستخدمة. إذا كنت مستخدم جهاز أوتوميتد اللي هو يقرأ إلكترولايت بنال بوتاسيوم صوديوم مكلور مع بعض، الأجنت هو يكون مع الكيت. أحيانا يكون هو أجنت واحد يستخدم مع الجهاز دون أن تضيف أي شيء. أما إذا استخدم الجهاز سبيكتروفوتوميتر فأنت بحاجة إلى كيت خاص بالبوتاسيوم، كيت خاص بالصوديوم، كيت خاص بالكلورايد، كيت خاص بالكالسيوم، كيت خاص بالCO2 وإلى آخره من الفحوصات. لذلك بعض أو أغلب
المختبرات التشخيصية تلجأ لاستخدام الـ Automated Analyzer لإجراء Penalties of Electrolyte بسبب السرعة، الوقت اللي وفره، وأيضا الدقة. طيب كيف تعمل هذه الأجهزة؟ طبعا السبيكترو فوتوميتر المبدأ هو واضح، Reagent وستاندر وبلانك وريتم إجراء الفحص بالقراءة مقارنة القراءة مع البلانك ومع الستاندر. لكن بالإنستومات، ما هو المبدأ بالأوتوماتيد إنستومات أنلايزر؟ أوتوماتيد أنلايزر إلكترولايتس are measured by processes known as potentiometry. The potentiometer اللي هو فرق الجهد. This method measures the voltage that develops between the inner and outer surface of ion selective electrodes. وجود electrodes داخلي وelectrodes خارجي. يتم قراءة فرق الجهد بين الإلكترون الداخلي والإلكترون الخارجي. هذا هو المبدأ الأساسي التي تعتمد عليه. The electrode membrane is made of material that selectively permeable. نفاذية اختيارية. To the ion being measured. This potential is measured by comparing it to the potential of reference electrodes. هنا لاحظ هذه الصورة. عندنا هنا internal reference electrodes وهناك external. هذا membrane اللي هو selective membrane. العينة الحاوية على الإلكترولايت، كيف تقيس الإلكترولايت داخل هذه العينة؟ فرق الجهد اللي يتولد بفعل الأيونات بين الاكسترنال الكترود مع الانترنال الكترود هو هذا ممكن من خلال حساب التركيز. اكو علاقة رياضية بين فرق الجهد وتركيز الايون، علاقة تفترض اعتمادا على الشحنة انه الجهد الكهربائي للايون كذا هو بتركيز كذا يكون عند هذا المستوى. كلما زاد مثلا الجهد، كلما زاد ايون تركيز الايون كلما زاد الجهد الكهربائي. بالتالي هنا يعتمد على من؟ يعتمد على فرق الجهد. راح يقيس فرق الجهد ومن خلاله يستخرج الايونات، تركيز الايونات الموجودة في العين. هذا هو المبدأ الأساسي. أما عمل الأجهزة وطريقة عمل الأجهزة فهي تختلف باختلاف الشركات وباختلاف الموديلات. على سبيل المثال هذه شركة آيسنس. شركة آيسنس أو جهاز الآيسمارت التابع لشركة آيسنس، هذا عبارة عن كارتريج. الكارتريج يحتوي على كل على المحاليل الإلكترودات اللي تولد فرق الجهد الإكسترنال والإنترنال، توضع بالجهاز وتعطى العينة وتمرر العينة على الكارتريج الحاوي على الإلكترودز ومن ثم يتم قراءة. طبعا هنا لا يوجد اختيار صوديوم لوحده أو بوتاسيوم لوحده أو كلورايد لوحده، لا، هنا راح يقرأ بانل كامل. هذا هنا تش سكرين، جهاز صغير جدا وسهل الاستخدام. تش سكرين تضغط تعطي العينة، و هو بعد حسب الوقت 3 دقائق 5 دقائق أو دقيقة واحدة حسب موديل الجهاز وكفاءته ودقة تصنيعه راح ينطي النتائج. أيضا توجد شركات أخرى اللي تكون بتصميم آخر. أيضا هنا هذا الجار يفتح أو الكاي يفتح وتوضع داخله محاليل. هذه المحاليل تربط ضمن تيوبات ويقوم الجهاز بسحب السائل من المحاليل وينقلها الى الالكترود الداخلي الموجود داخل الجهاز. وايضا نفس المبدا، ياخذ العينه ويضعها ضمن جار او ضمن كونتينر يحتوي على الالكترودات وتمر ضمن الممبرين اللي هو سلكتيف بيرمبل، وهذا سلكتيف بيرمبل من خلاله يتم قياس فرق الجهد بين الانترنال الكترود والاكسترنال الكترود وبالتالي يعرف من خلاله التركيز. أيضا هذا
جهاز بموديل آخر من شركة آخر بتصنيع آخر. المسألة هنا ما تعتمد على موديل الجهاز أو شكل الجهاز، لأن بالنهاية كل الأجهزة راح تقع تقى نفس النتائج أو عفوا تقى نفس العينات. لكن وين الاختلاف؟ الاختلاف بجودة المحاليل المستخدمة، الاختلاف ب نعبر عنه دقة الشركة بالتصنيع، أنه كل ما كانت جودة المحاليل المستخدمة وكل ما كانت الشركة أكثر كفاءة وأكثر دقة راح تنطينا نتائج أكثر صحة. أضف إلى ذلك كلما كان تحضير العينة أفضل كلما كانت النتائج أفضل وأكثر صحة وأقرب للواقع. كلما كان استعمالنا للجهاز وتعاملنا مع الجهاز بالشكل الصحيح وإدامة الجهاز كلما أعطى نتائج أكثر دقة وأكثر صحة. هذا ما يتعلق بمختبرنا لهذا الأسبوع. تحدثنا عن فحص وظائف الكلى، تحدثنا عن أهم الفحوصات في وظائف الكلى، اليوريا والكرياتينين والإلكترولايت. في حال وجود أي استفسارات حول موضوع المحاضرة والمحاضرات الأخرى، تواصل مع أستاذ المادة على منصة التعليم الإلكتروني لموقع الجامعة الإسلامية. شكرا لحسن الانتباه ولحسن الإصغاء.